كان في واحدة ست عندها 12، لا كان في بوست كده استفزني لتاني مرة. انا مش بعمل فيديوهات كتير، بس في كذا شخص استفزني وبسببهم عملت فيديو الاول. كان دكتور اسنان، ربنا يعني ما يوريكو، الراجل كان عامل زي كان قافش انه كوميدي وهو. ودلوقتي بوست، ده استفزني تماما. انا هسكيب في كام حاجة، بس هو كان اسمه ازاي تبسط مراتك حبيب قلب ماما، ازاي تبسط الامورة. انا هسكيب كام نقطة كده واتكلم في الحاجات اللي استفزتني. ومعايا صديقي اسمه اسعد، صديقي هيمشي معانا. اوف معجبين، انا اسف. صديقي اسعد هيفهمنا ازاي نعمل الكلام ده. طبعا كان في نقطة بتقول لك اهو مصحى من النوم طبطب عليها زي ما الاب بيطبطب على بنته. انا بقراها هي قدامي، زي ما الاب بيطبطب على بنته حبيب قلبي، او زي ما ابوك كان بيطبطب عليك. دي مني انا بقى، انتوا مش جاحدين؟ عمر ما ابوك طبطب عليك؟ ايه يا جرع؟ ليه يا راجل القسوة دي؟ انا عن نفسي ابويا كان بيطبطب عليا. انا فاكر، الله يمسيك بالخير يا ابويا، احلى. طب كنت اول ما اصحى من النوم بيطبطب عليا، او قبل ما انام، وحياة امي وقبل ما انام. الطبطبة دي كانت واجب عند ابويا يا جدع، لازم. حاجة كمان ودي مهمة، اشكر فيها قدام امك وفي نظافتها. ما اقولكيش غريبة يا امي غريبة، مغسلة بنت الجزمة، مغسلة رجع، هي اللي منظفة العربية دي. والله ما عملت حاجة، مغسلة بقولك، مغسلة. انا ركبت عملت لقيت العربية كلها، والمصحف واحدة كده لقيت العربية كلها قلبت سيراميك. يخرب بيت ابوها، يخرب بيت ابوها. لا لا قوية قوية يا امي، انا قلت لك نجيب ثلاثة منها، انت ما رضيتيش. اهو بقى اللي حصل، لما ينزل عليها عرضة انا بفكر ابيع دي، ببيعها لك بقى باذن الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل. اشكر فيها اما الله يا اما دي المصيبة، اشكر فيها، اشكر فيها قدام امك. ما تقارنهاش بحد عشان هي ما تتقارنش بحد. ايوه مش لازم تحكي لها عن زميلتك البهشمهندسة والدكتور. بقول لك ايه، النهارده كان اجمل يوم في حياتي. عملت ايه يا حبيبي؟ ايه اللي عملت ايه؟ ده جت بقى زميلتي بقى المهندسه، وبعدين حكيت بقى الناس كانت طايره سوبرمان، وفضلت بقى تحكي لي بقى عن مغامراتها، وجت اساسا لابسه شميز مفتوح ما كانتش لابسه اساسا، وكانت بقى بقول لك ايه كانت قاتله، اديتها ورقه تخلص الشغل، خلصته في 3 ثواني. عملت ايه كده؟ خلص. عملت ايه كده؟ عملت ازاي؟ عملت ايه كده؟ بقول لك ايه، بعدين بقى راح بيساني. يا لهوي، بوسه من الجنه، بوسه من الجنه. انت بتبوسيني بس يجي ايه جنب ايه؟ عارفه بقى؟ عارفه ايه اللي حصل كمان؟ راحت قلعه بقى اللبس كله، طلعت دكتوره، ولا يا ابها مش مهندسه ولا، طلعت دكتور. راحت كشف عليا بقى، ورحت قلعه كمان بقى، خلاص بقى دكتوره. انت بتضايق ليه؟ بتضايق ليه يا زفته؟ حياة مراتك كلها جاية من خلال عينيك. المفروض انت يعني مراتك دي المفروض انت تحوشها كده في البيت، ما تنزلش، ما تخرجش، ما تلعبش، تغسل، لا ما تغسلش ايه؟ نهار اسود، ازاي قلت كده؟ انا اسف، انا اسف يا بنات، لازم تغسلوا. ما تعملش اي حاجة فيها متعة، لازم تبقى هي كده قاعدة في البيت من خلال حياتها كلها من خلالك، كأن انت منظار الحياة بتاعها. انت لو حصل لك حاجة يومها اسود. خرجها مرة كل أسبوع، بلاش تحبسها في البيت. الله أكبر، يا سلام يا سلام. أخرجها زق أسعد، لا أخرجها زق أسعد. كان في واحد بيتكلمه امبارح وكان عايز يخرج، وكان بي كان بي كان بيمشي مراته. يا عماد، بمشي بس مراتي كده عشان كنت لسه مأكلها فمنزلها تمشي. وبهول على الاجتماع يا عماد، يعني أنت أخرت على الاجتماع يعني؟ لا اللي أنت عارف لازم أمشي، أمال لقيته استخل البيت، أمال لقيته. الله الله، استنى يا عماد، دي طالعة انزل على الكرسي، باد وايف، باد وايف. اسعد كان زعلان قوي على فكره. كلمته انا كلمت اسعد امبارح وكان زعلان جدا مني. اشكر في اهلها، تتبسط قوي، واظهر حبك ليها قدام اهلها عشان تتباهى ايه؟ تتباهى قدامهم بعلاقتك بيها وبحفاظك على كرامتها. بقول لك ايه؟ امك حلوه قوي، انا بجد انا بحبها جدا، يعني بجد من احلى الناس اللي قابلتها في حياتي. انا مبسوط ان هي حماتي على فكرة.
انا بحبك قوي، بحب امي جدا، قصدي امك ست جميله، ست جميله، هي مصاحبه لكن هين شرفها واهلها مش موجودين. ما هو ما حددش، ما هو ما حددش، طالما قدام اهلها انا زي الفل، اقربك ابوها بقى وانا بره عادي. دي الحاجات اللي ضايقتني بصراحه من البوست. غير كده هو الراجل فكرته حلوه، حب مراتك زي ما هي حبها، بحلوها ام بمرها، بص لحبيبتك كربجها كده يعني. بس مش انا مش شايف ان هي مشكله، انا شايف دي حاجه حلوه، بس الطريقه اللي كان بيها الكلام على الزفت ده كان. المهم انا مش بتاع فيديوهات، اقسم بالله ما بعرفش اقول ايه، بفضل ابصه، بفضل قاعد قدام الكاميرا حب، انا اساسا باصص هنا بقالي نص ساعه مش عارف ان الكاميرا هنا، جاهل بجد. المهم المعجبين ده صوت بقى، ده كواحده بتصوت، بس انا بعمل لها افكت، بخليها تعمل بروم عشان ما تفضحنيش. فالمراتي طلعت دلوقتي اعمل ايه؟ اشكر فيها لمين؟ طب افرض امها مش هنا؟ مصيبه صادقه بجد. المهم نصيحة اليوم، خرج مراتك، مشيها بعد ما تاكل، مشيها، مش هتوسخ البيت. شفت عملت ايه في اسعد في العربيه؟ مصيبه. اسعد نسي الليش مثلا مره، يا نهار اسود، اوعى تنسى الليش بتاع مراتك. ليش بايدك على طول؟ بقول لك انا برضه باصص هنا، سلام يا رجاله.